أم جنى، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ أهلا دعاء؟ وسهلا، لو سمحت كنت عايزة أسأل الشيخ بس على حاجة. اتفضلي. أنا متجوزة من 6 سنين ومعايا طفلة وبشتغل، وجوزي مسافر شغال في السعودية. قاعدة في بيت جوزه، بيت جوزي، وقاعدين بيت عيلة، يعني باكل واشرب معاهم تحت والكلام ده. تمام. بس الفترة اللي فاتت دي كلها كانت الدنيا عادي تمام، بقعد فترة هنا بقعد فترة في بيت بابا، يعني الدنيا تمام. من حوالي شهر حصل حاجة غريبة، يعني من أبو جوزي بيقول لي اطلعي عندي في الشقة واندهي لي، وأنا عايزة أقول لك على حاجة سر ومش هينفع أقولها لك قدام حد. فأنا قلت له لأ، أنت عايز تقولي على حاجة عادي قولها لي هنا، ليه اطلع وما اقولش لحد؟ راح قال لي لا، انا عايز موضوع سر تماما. وبعد ما خلص الكلام ده فقال كلمه كده بتدل على حاجه مش تمام. يا نهاري حوس. فانا يعني اختصرت تماما، بقيت اتكلم معاه تماما. وما طلعتيش. لا، ما هو بعد ما قال لي انا عايزك تطلعي وتندهي لي والكلام سر وكده، فقال حاجه انا فهمت ان هي حاجه غلط. تمام، فانا قعدت فتره مش بتكلم معاه تماما، هو واخد باله ان انا ما بكلمهوش اصلا. ايوه. جه في مره واحنا قاعدين، كان ابنه قاعد وبنته كانت قاعده، فقال لي انا طالع هطلع لك الدش فوق، وطلع ونزل، وبعد كده قال لي اطلعي شوفي الشاشه اشتغلت ولا لا. فانا قلت له لا، الشاشه مش بايظه وانا مش هطلع. فهو لما عمل كده وطلع، وانا عايشه لوحدي هنا في البيت، جوزي مش قاعد معايا، فانا قلقت وخفت. فانا قلت لاخو جوزي، قلت له حصل من جواك كذا كذا، وهو قال لي الكلمه دي انا فهمت منها كده. وهو طبعا عرف ان هو بابا قصده حاجه مش كويسه، قال لي خلاص اقفل على الموضوع ده تماما وانا هتكلم معاه واشوف الموضوع. اتكلم معاه، انا كنت قاعده في الشقه فوق وسامعاهم بيتخانقوا تحت، بيتكلم معاه وازاي تقول لها كده والكلام ده. فهو اعترف وقال لهم ايوه انا قلت لها كده علشان تقول لجوزها وياخدها ويمشي، وانا مش عايزه في البيت. يعني هو اعترف قال ايوه انا قلت كده، طيب. على الرغم ان انا جوزي هو اللي بيشتغل وهو اللي بيصرف على البيت كله. يعني طيب ازاي انت عايز سؤالك ايه بقى؟ تظلم منه؟ ايه؟ سؤالي بقى ان جوزي عمال يسالني ليه انت قاعده فوق، ليه مش عايزه تنزلي تحت، ليه مش راضيه تنزلي تساعدي مامتي وكده. انا بطلت انزل تماما خلاص، مش عارفه احط عيني في عيني ولا اعيش معاهم تحت ولا اقعد تحت. عمال طيب. يقول لي ليه، وانا عايزه اعرف السبب، وبيحلفني لازم تقولي لي ليه. فانت بتسالي تقولي له ولا لا؟ فانا مش عارفه اقول له ولا لا، او دي حاجه. والحاجه الثانيه انا مش عارفه اقعد في البيت، لاني انا اتحبست في شقتي فوق. يعني انا اصلا من مدينه وجوزي جوزك راجل بيحاول ان كويس يا ام جنى، وما بياخدكيش معاه تماما ليه؟ ما بياخدكيش معاه ليه كويس. هو السعوديه؟ اخذني مره، وبعد كده الظروف ما سمحتش، وظروف شغلي برضه مش عارفه بينزل كنت كل قد هعمل ايه؟ كده. هو بينزل شهرين كل سنه، يعني بيغيب سنه وبيجي يقعد شهرين معايا، وعلاقته مع بابا طب انت مش تمام. بتفكري يعني تعملي ايه، او عايزه تعملي ايه؟ انا عايزه اقول له عايزه امشي، يعني هو في امكانياته ان هو يجيب لي مكان بره البيت، فانت لان انا بتسالي اذا كنت متضرره تقولي له ماليا. فانت بتسالي اذا كنت تقولي له على ابوه عمله ولا لا؟ انا مش عارفه، هو عمال يقول لي قولي لي ايه السبب اللي يخليكي انت اللي طيب تشتغلي ماشي يا قاعده ام تحت. جنى، ماشي يا حبيبتي، احنا فهمنا خلاص القصه، شكرا ليكي. طبعا الموقف ده في بعض الناس بعد بيكبروا في السن كده بيحصلهم نوع من انواع المراهقه المتاخره، او بيحصلهم نوع من انواع الجنون، او عدم الاتزان في التفكر او في المشاعر او في الكلام ده، وده شيء وارد وقد يحدث في بعض الاحيان. فعشان كده احنا بنحاول نحافظ على العلاقه المتبقيه ما بين الاب وما بين ابنه. فعشان كده نرفض تماما ان هي تقول لابنه هي اخطات لما قالت لاخوه. طبعا
اخطات لما قالت لاخوه الكلام ده ان هي تقول له. ايوه بس يعني ده موضوع تتحمله لوحدها؟ لا مش تتحمله لوحدها، محتاجه حد يسندها كويس، لكن عايزين برضو نحافظ على العلاقه ما بين الاب وبين ابنائه. قد يكون ده مرض، قد يكون مرض نفسي، انا جاي لك اهو، قد يكون ده مرض نفسي، قد يكون ده حاجه عقلي، يعني ممكن دماغه خلاص اتجننت او حاجه. لكن احنا بنقول ان قد يكون مال حرام، يعني اكل حراما، لان الاكل الحرام يجعل الانسان لا يفرق ما بين الحل والحرمه، يعني دي بعض الاسباب للحاجه دي. طيب تفضل بقى هتقول لجوزها ان ده رغبه والدك، ان احنا انا ما انزلش وانا مش عايز اقعد في البيت، دي رغبته وهو بيزهقني وبيضايقني لما انزل تحت، واساله بس خلاص. يعني يبقى الكلام كده بيزهقني، ان هو اللي قال لاخوك وقال لاخوك واسال اخوك. انه اسال اخوك، هو اللي قال، وتقول لجوز اخو جوزاني لا، يعني انت ما تعرفش اخوك، لكن لما يسالك قول له هو فعلا الوالد بيزهقني وعايز يمشي، عايز يمشينا من البيت، فانت لو سمحت شوف لي مكان بره، لان ابوك بيزهقني مش بيخليني عايز اقعد في البيت خالص باي شكل من الاشكال. فبيعمل وسائل وطرق وحاجات بحيث يضايقني وينرفزني. هي مش طلع عمل التلفزيون، خلينا نعتبره قطع التلفزيون، يعني مش عارف، يعني حاجات نقول انه بيعمل حاجات بتزهقنا، وهو قال صراحه لاخوك انا مش عايزه، هو مش عايزها ولا جوزها. فاحنا كده انا مش عارف اعيش معاهم، فلو سمحت شوف لي مكان بره.